عندي الارض ديال جدي من ايام الاستعمار 70 سنه هو كيحرثها بالزرع والشعير وخلى جوج بنتين خلى بنتين مده 40 سنه وهي كتحرثها توفيت رحمه الله في 2020 امي دارت لي الوكاله لان اختها ما عندهاش الاولاد وانا اللي مسؤول على هذه الارض وحرثتها انا في 2018 وحرثتها في 2020 بالشهود عندي الناس انا اللي حرثتها انا اللي حرثتها وزرعتها واليوم انني مشيت عند امي قرب العيد الكبير 2023 نزورها مريضه مولات الارض امي مشيت نزورها في الدار البيضاء قرب العيد الكبير وملي جيت للدوار كنتفاجئ الارض ديالي اللي مده 110 سنوات وحنا ديالنا كنستغلوها كنتفاجئ جاو النفوذ جسي واحد جا ولد الدوار ديالي ولد المنطقه ديالي جاب المواد الله يعين وجاب النفوذ ودخلوا لي الارض ديالي وعبروا عليا واتجه للعداله درت شكايتين فيها 3.5 ديال الهكتارات وجا هذا ولد المنطقه ديالي ولد البلاد ديالي اللي ساكن عندي وعندو الاراضي ديالو وجا وعطى المراسله للاعضاء السلاليه ومشى نهار 14/6/2023 طلع الارض وجاب المصمم المهندس ودخلوا لي الارض وعبروا لي الارض ديالي بغا يديوها لي يديروا فيها تصفيه المعدن واليوم انا 110 سنوات من جد لجد واليوم اناشد جلاله الملك اناشد جلاله الملك نصره الله يطول عمره انا اناشد الشعب المغربي اناشد الشعب خوتي كنطلبكم انكم تساندوني وتوقفوا معايا لانني انا ضعيف وفقير وما عنديش وهاد الناس استغلوا الغياب ديال امي مريضه ما عندها صحه وهاد الارض هي اللي عندنا كنعيشوا منها وجاو هاد النفوذ الارض ديالي غيديوها ليا داروا فيها غيديروا فيها تصفيه المعدن والارض ديالي غيديروا فيها الخدامه يبنيوا فيها فين غنعسوا الخدامه اتحمل مسؤوليتي على هاد الكلام انا خوتي المغاربه وطالب منكم اللويزه عبد الله انا مزوق فيكم دوار البرج بالعوان جماعه سيدي غانم درت شكايه للسيده الوكيله جلاله الملك وما جانيش الانصاف من المحكمه الموقره درت شكايه بهذوك الناس وما تنصرفش من المحكمه خويا ضعيف انا فقير انا ما عنديش انا النفوذ هادو غلاط عليا صعبين عليا الله ما بيت العقار وبغى يديو لي الارض ديالي مشاو بدون قانون كاينه عندي انا الارض ديالي جات على الشانطي هي اللي بغا يديروا فيها الخدامه فين ينعسوا فين يركضوا الخدامه والداخل الارض الاخرى بغا يديروا فيها تصفيه المعدن هما اللي بغا يديروا تصفيه المعدن راه كاينه في المحاضر الضابطه القضائيه انا ما عرفتش تصفيه المعدن بغا يديروا الحفير تماك ما عطاش يشدوا من تماك من هذيك الارض انا ما لا اعلم انا ما عارفش انا كنعرف هذه الارض هذه كنا نحرثوها بالزرع وبالقمح لا غير هادشي اللي كنا نديروا فيها ما عرفتوش منين جا واحد كاين في الدار البيضاء عنده شركه وواحد كاين في مراكش وواحد اخر كاين في الدار البيضاء وهذا اللي جابهم كاين في دوار البرج جماعه سيدي غانم دائرتي من تلتق لمشي شاوة وطالب رساله الى جلاله الملك اناشد الملك محمد السادس الله يطول عمره اللي حامي البلاد وحامي الشعب وصاحب الفقراء وصاحب الدعابه كنطلب الملك الله يطول لي عمره وكنطلب الشعب المغربي يوقف معايا ويساندني على هاد المطلعين اللي بغا يديو ليا هاد الناس لا مبيض العقار اللي بغا يديو ليا بلادي مده 110 سنوات وحنا كنتصرفوا واليوم ما بين ضحاها 2023 دخلوا لي الارض ديالي وعبروها ليا وبغا يديروا فيها تصفيه المعدن والارض ديالي انا بغا يديروا فيها فين ينعسوا الخدامه وكل شيء كاين الدليل ها هو فينا وفي المحاضر ديال الضابطه القضائيه 07 73 37 57 14